كلهم الحرام ما يسمحوش لي. تبارك الله اللهم بارك على المسيس كما كتشوف، والكاليتي ومبرعوا الانسان اي واحد راه مبرعوا بزاف تبارك. السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيه لكم وتحيه جميع الاخوان في مكانهم. تبارك الله شارك معكم محل الخير الاخوان. كاين هنايا واحد ال 20 ياك عبد الرحيم؟ اها. كاين 10 5 5 لا كاين 20 و10 في 5. كاين 20 اخوان وكاين 5 وكاين 10. تبارك الله اللهم بارك دائما الاخوان اللهم بارك. شارك معكم الخير هذا الزيت اللي كاليتي تبارك الله، زيت ذهبيه يا اخوان. اللون اخويا اللون والمذاق اللهم بارك على طول العام. اللي بيدوز رمضان الزيت مليحه، شكون واعي اللي بيدوز رمضان العام؟ البارحه نقولوا على رمضان العام كامل راه حاجه باينه. رمضان الاخوان اللي بيدوز رمضان يتبرع، ولكن راه يديها سيمانه ولا شهر وتمشي وتبارك الله. شوف الزيت كبير شهر وزياده ليا كان هنا اللهم شهرين من شهر 11 شهر 11 في الاخر ديالو حتى دابا تبارك الله. والخير هذا الاخوان ديال شهر 11 الاخر ديال شهر 11 تبارك الله. الزيت كي دايره الاخوان اللهم بارك ذهبيه الاخوان تبارك الله. بارك عبد الرحيم راه غادي يدفق لك داك الشيء اللهم بارك. ودائما الاخوان اي واحد كتفرج فينا تعاون معنا مشي لايك الفيديو خير من الاخوان وبارطاج مع الاخوان ديالكم وكنشكركم ومرحبا. الزيت راه مليحه الزيت هي كاليتي تبارك الله اللهم بارك. ها انتم الزيت الاخوان اللي كتشوفوا تبارك الله الزيت راه تبارك الله ذهبيه وخاطره تبارك الله. ها انتم دابا معناتها الظلمه اللي شويه ما كانت تباتش مزيان كتبان مزيان. ها انتم الاخوان اللهم بارك زيت ذهبيه ومليحه وكاليتي. واللي بغى شي حاجه راه مرحبا مرحبا به، ما عندناش المشكل غير ما عندناش المشكل. ورحنا الحمد لله اي واحد خايب معاه بالنيه اي واحد يغدرناه راه ما يسمح لينا. راه هذا الدري هذا راه ما يسمح لك غير حلال داك الشيء ريال الحرام راه ما يسمح ليا. تبارك الله اللهم بارك. كيفاش يا عبد الرحيم؟ كيف تبارك الله قلت لك الزيت اي شهرين كانوا مقفلونه خواص فيها من شهر 11 دابا راه شهر واحد درك هذا شهر 12 هذا كتبقى العام كامل بحال مقفلونه ذهبيه بحال مقفلونه عام كامل يا اخوان. تبارك الله اللهم بارك انتم الزيت يا اخوان بلاتي عبد الرحيم. تبارك الله كما كتشوفوا السلعه كي دايره اللهم بارك. انا نبص فيها انا هذا راه حنت علاش كتبقى ذهبيه خويا سفيان كتكون مثلثه مثلثه هي اللي كتكون خضره بزاف. هذا غير كتكحل الناس راه عارفين من الشعر ما عارف. بالنسبه للثمن دابا حاليا الناس كاين اللي كيمشي غالط كاين سوق كيبان لي الثمن راه رخيص وشي حاجه كيقول راه الثمن راه مزيان وهو ما فاهم والو. دابا الزيتون دابا حاليا كان قد 300 310 320 وكيعطي غير هذا العام ما عطيش مزيان غيعطي غير 16 17 شحال بتقام عليه هي رقم قيمه راه يحسب لها حسابيا راه تقام عليها شويه غاليه راه ماشي الروح ديال الزيت الزوده تبارك الله والله لا يحاشي منها مع شي واحد تبارك الله. سير اخي عبد الرحيم اللي كيدعي عندنا شي حاجه كيبقى يدعي مع دعوه الخير هذا راه هو الفضل والو هذاك هو الربع اللي الحمد لله ترى هذا الدري ما يسمح لينا جاوزنا الا خدت عليه ريال ديال الحرام راه ما يسمح لينا. تبارك الله اللهم بارك كما كتشوفوا الزيت كي داير اللهم بارك ذهبيه الاخوان الكاليش تبارك الله. ضروري السلعه تبرعي الناس على حسب الكليان. الكليان داك اللي ديتي من عنده وبعتي ليه العام الجاي يجي عندك ديريكت ما يسول فيك ما شي حاجه. دابا كاين الناس كيتخاف كيتخاف من السلعه ماشي الخطوة دير شي حاجه كيخافوا الناس راه ماشي كلشي بحال بحال. طري الزيت وماشي كلشي بحال بحال وهذا الشيء ديال الزيت راه فيه بزاف ديال الحوايج كيوقع فيهم. كاين داك الشيء ديال الفانيل كاين الناس كيخلطوا السلعه على حسب. حنا ما نقلدوش بشي حاجه دير شي حاجه راه الله قدامه تيشوف فيه تبارك الله. وسيم كي داير؟ وسيم كي داير لاباس عليك؟ هاني؟ دير حتى تحية للمشاهدين قول لهم لاباس عليكم؟ لاباس عليكم. شكون حشمان؟ ياك اولدي دخل عليك شي حاجة الحرام ما تسمح لياش ياك؟ يلا سير الله يسخر الله يسخر تبارك الله اللهم بارك. كما كتشوف سير اخو عبد الرحيم اللهم بارك. كما قلنا الاخوان كاين واحد ال 20 وكاين 10 وكاين 5 الاخوان. واللي بغى شي حاجه راه مرحبا. الثمن ديال البيع الاخوان راه هو 90 درهم. شنو كنديروا مع الناس؟ جميع الناس كيبغى 10 كيبغى 5 كيبغى 6 كاين اللي يبغى ما عندناش مشكل. بغى 20 بغى 30 مرحبا. اللي بيدوز رمضان وملهيه يدوز عام كامل يعني حنا كندويو على العام كامل دوزوا مليح تبارك الله اللهم بارك. كاليتي ولا مليح تعشق يضرب بها الحرفيه بلا خبز اخويا والله الا نخرج منها ولا صحابي اللي كنقول كنقول لها صحابي كنضربها هي ديريكت ديريكت كنضربها كنضربها الماء تعرق على الصباح نشرب جغايم على الصباح ضروري وراه مزيان تبارك الله. والله يحسن العوان الناس راه قاهره شويه الثمن صراحه هكا بالحق راه نقولوها غالي الناس الغالي الغلا كاين هذا العام كاين على الناس. الدروج مسكين غالي عليه الوقت
والله يرحمنا، الله يدير شو ولدي الخير. تبارك الله سير اخي عبد الرحيم. تبارك الله الاخوان، اللهم بارك انتم الاخوان. السلعه كي دايره كما كتشوف تبارك الله كاليتي. نضربوش الضو باش تبان السلعه. واحد الظلمه الاخوان هنا تبارك الله. وسيم اش بان لك في الزي زوينه؟ ها؟ قول مزيان هدر مزيانه. هاكا هذا ابو صبابه هاكا تبارك الله الاخوان. اي واحد اخر راه نبرعوه بالزيت الكاليتي واللي درنا معاه شي حاجه اللي ما هياش ما سمحليناش. حنا الحمد لله كاين الصفا وكاين النقاء والزيت ديال كاليتي. واي واحد راه نبرعوه بالزيت كيما كان، حيتاش هذا كيبقى تقليد. انسان ما كيقلدك بواحد الحاجه كيقول لك اعطيني زيت مليحه، يعطيني زيت مليحه. كان عندك عيان يقول لك دير عيانه سير الله يسهل عليك. هادشي غادي هو الكلام الاخر باش تكون واضح. عرفتي علاش؟ انت كتعي غير ريال ديال الحرام راه ما يسمحوش. وليدك اللي كتوكلوا من الحرام ما يسمحوش لك. تبارك الله اللهم بارك على الزيت كما كتشوف والكاليتي. ونبرعوا الانسان اي واحد راه نبرعوا بالزيت تبارك الله. انتم الاخوان كامله زيت مليحه كاليتي. سير سير سي عبد الرحيم.